طيب نيجي بقى نحكي لكم مين الأم. الأب وإحنا عارفينه، الأب هو الحسين، والحسين يعني طيب الأم بقى إيه؟ الأم هي أم إسحاق. بنت مين يا عمنا؟ بنت طلحة ابن عبيد الله، طلحة الخير، طلحة من العشرة المبشرين بالجنة. سيبك من موقعة الجمل والخلاف اللي حصل بين سيدنا علي وطلحة والزبير، وفي في 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 القصة كلها طبعا السيدة عائشة رضي الله عنها، أمنا سيدتنا عائشة. كانت السيدة عائشة في يعني في مجموعة هي معاها الزبير بن العوام وهو مبشر، وطلحة ابن عبيد الله وهو مبشر. لكن عشان تفهم الحكاية عشان ما تتلخبطش، لما اتقتل طلحة ابن عبيد الله رضوان الله عليه في معركة الجمل، مشي سيدنا علي بالليل يدور عليه، وبعدين لقاه في الأرض. فشوف بص بقى، يعز علي أبا محمد أن أرى وجهك مجندلا في التراب، وعيط لعلي وطلحة، لأن طلحة ده كان حد كبير جدا جدا، ومن العشرة المبشرين، ومن المجموعة اللي قالوا عليها عمر بن الخطاب خدوا حد من الستة دول، كان من دوم طلحة والزبير. فلما اتقتل علي قاعد يعيط عليه، سيدنا علي يعز علي أبا محمد أن أرى وجهك مجندلا في التراب، ونظفه وغطاه ودفنه كده. ففي شق اسمه سياسة وخلاف سياسي، وفي شق اسمه ديني موجود ثابت عند الناس ديت عظيم جدا. فأم إسحاق اتجوزت الحسن مش الحسين، اتجوزت سيدنا الحسن. وانا قلت لكم قبل كده ان سيدنا الحسن كان يتجوز كتير ويطلق كتير، لكنه هو بيموت، لان انتوا عارفين ان الحسن في غالبيه الكتب وغالبيه الروايات رضي الله عنه وارضاه الحسن سم، حطوا له سم في الاكل. وفي مقوله شهيره وقتها قالوا ان معاويه قال هو والمجموعه بتاعته لله جنود من عسل، دي اتقالت في سيدنا الحسن واتقالت في اكتر من موقف بعد كده. فهو بيموت اتلفت للحسين وقال له ام اسحاق، ها؟ قال له ايه؟ قال له تزوجها، تزوج ام اسحاق لانها ست عظيمه جدا، فما تسيبهاش لحد تاني، اتجوزها. وقد كان سيدنا الحسين اتجوز ام اسحاق وانجب منها فاطمه النبويه. طب فاطمة النبوية بقى اتجوزت مين؟ اتجوزت الحسن المثنى اللي هو قلنا راح طلب وجوزها له سيدنا الحسين، ابن سيدنا الحسن. يبقى ايه بقى؟ لما تخلف، تخلف ايه؟ تخلف اول طفل من الحسن والحسين، تخلف اول طفل من الحسن والحسين. وراجعها انت كده مع نفسك كده تلاقي ان سيدنا فاطمه النبويه انجبت الحسن المثلث، ده اول طفل من سلاله الحسن مجتمعه مع سيدنا الحسين. ليه؟ لان فاطمه النبويه من الحسين والحسن المثنى من الحسن، فالاثنين لما اتجوزوا جابوا، ومضت بقى السلاله دي باسماء كثيره جدا جدا، يعني مضت ربنا سبحانه وتعالى بارك في السلالة ديت من الحسن كتير ومن سيدنا الحسين كتير، رغم ان سيدنا الحسين سايب علي مات له عبد الله وجعفر ومحمد في كربلاء الاسود يعني. تزوجت الحسن المثنى ومات عنها بعد ما خلفت منه ولد او اتنين. يلا يا ست اتجوزي، لا، عملت حاجه غريبه جدا مش من عدد المتدينين، يعني حاجه غريبه. هم حطوه في لحد كده، راحت جنب اللحد بتاع عمك الحسن المثنى رضي الله عنه وارضاه، وراحت عامله خيمه وعاشت سنه ما تروحش اي حته، تاكل وتشرب وتصلي جنبها. ست اتجوزي؟ لا. اتجوزي؟ لا. قوم طبعا العرب كان الجواز ده مهم جدا عندهم. امها عملت حركه خليتها، قالت لها حاضر
هتجوز، قوم اتجوزت واحد يعني تمام.